السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. اليوم في هذه الحلقه هذه غادي نتعرفوا على مقطورات عربات السهريجه الاخوان اللي كنحملوا فيهم المواد الخطيره والملوثات وكل المواد السائله الاخوان. غادي نتعرفوا عليهم وعن قرب المقطورات وشنو هما، يعني مناش مكونين هذه المقطورات هادو، واش كاين فرق ما بين مقطوره واخرى الاخوان. ان شاء الله هادشي كله ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه مع دائما مع الاخ ديالنا احمد، سائق شاحنه لنقل المواد الخطيره الاخوان. يا اخوتي السلام عليكم. فوالا دابا قلت لكم غادي نوريكم على لي سيترن. دابا غنهضروا شويه على لي سيترن، هي انه باش ايفي باش ترونسبور يدوز مزيان، ما يبقاش داك لو بالون لداخل، كاينين دي بريز لام بحال بغيت تقول لا سيتيرن ومقسو لداخل، واخا راه كيفو كيبانوا لكم الفوق، راه كاين واحد جوج ثلاثه اربعه ديال لي دوم، وليني مالغري كاينين اربعه ديال لي دوم، راه كاينه غير سيتيرنا وحده، كاينه واحد جوج ثلاثه اربعه، راه كاينه غير سيتيرنا وحده، والداخل كيديروا فواحد الحديدات، كيكون واحد الحديدات بحال دي باغوا، كتكون مقسمه على اربعه ديال التجزئات وفي وسطهم ثقبه باش هذيك الموجه اللي كتكون داخل ما تبقاش ديكو تجيبك، باش تسوق مرتاح شويه. فوالا دونك اخوتي شغنقول لكم، المهم دابا لا سيتيرن كانت فاش كان دابا كيجي كتعرف غير بهذا البانو لي لور، كتعرف اشنا هو النوع ديال البرودوي، وهادو لي بانو لاتيرال خاص ضروري على حساب البرودوي اللي كتهز كدير لي بانو ديالك، وحتى فاش كتخوي عند الكليان ضروري 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 ما تخلي لي بانو في بلاصتهم، حيت لي بانو عندك الحق تحيدهم في بلاصه حاجه وحده الا غسلتي السيتيرن. فوالا دونك اخوتي قلت لكم السيتيرنات كيتعمروا بجوج البلايص، سواء كتعمروا من هنا من التحت ولا كيتعمروا من الفوق. حنايا عندنا هنا في الشركه كنعمروهم اغلبيه من الفوق، وفاش كنمشي لي غافينغي كيتعمروا من الفوق، دونك كتطلع الفوق كتبرونشي لو بغا ديالك وكتعمر وكتسنى تعمر، والخويان سي لا ميم شوز. المهم قلت لكم اخوتي في السيتيرنا فاش كطلعوا فيها للفوق، فاش كطلعوا للفوق بحال هكذا، دايره من الفوق دايره بحال هكذا، دايره بحال هكذا ياك، عندك فيهم هادو. المهم هادو كيتسمى ليفون، هذا ليفون، هذا كتحلو باش يخرج من باش يخرج الغاز، وكتعرف الضغط راه كاين تما الضغط. لو ديسك دو روبتور، لو ديسك دو روبتور هو هذا هو هاد ديسك دو روبتور هذا الا قدر الله وقع لك شي مشكل وخدمتي بالضغط بزاف وما وفات الضغط اللازم، هذاك الديسك دو روبتور كيتحمل جوج بار ولا ثلاثه بار على حسب السيتيرنا كي دايره. الا فتي هذاك الضغط كيتهرس، كيتهرس باش السيتيرنا ما تفرقعش، كيتهرس هو اللي كياخذ الضغط بحال الفيزيبل ديالها وصافي. هنا هذه هي لافان دو فون، هذه هي باش كتحل البرودوي باش يهبط ولا ما يهبطش. كنجيو دابا نقول دابا خاصكم تعرفوا السيتيرنات كي انتما حتى وحده ما كتشبه الاخرى، وكل وحده بالماتيريال ديالها. هذيك السيتيرنا الاولانيه اللي من لا هذيك راه هي اللي غاليه عندنا، هذيك كدير شي 300000 الاورو، كدير 290000 الاورو، كدير قسما بالله كدير 290000 الاورو. هذيك الاولانيه باش تعرفوا الثمن ديالها، راه باش تعرفوا راه ماشي هذيك فيها واحد، هذيك كنستعملوها لا دي بلو وكنستعملوها الميثانول، واحد لي برودوي ابار. والسيتيرنات الاخرين اخوتي راه كل وحده ولاش كتليق، كل وحده لاش كتليق. دابا حيت السيتيرنات خاص، المهم كاع لي برودوي دونجوروز كيكونوا عندهم واحد لي نورم بزاف طالعين بزاف. دابا كل سيتيرنا عندهم واحد الغوفيتمون لانتيغيو، واحد الغوفيتمون، يعني بحال بتقول واحد السباغه كتكون داخل في السيتيرنا، وكل وعلى حساب البرودوي اللي غتهز فيها، هذيك الدهنه اللي كتكون لداخل كتبدل من البرودوي للبرودوي، يعني ماشي بهاد السيتيرنا ما نقدرش نهز لي برودوي اللي كتهز بهاد السيتيرنا. هاد السيتيرنا كنستعملوها باغ اكزومبل لاسيد فوسفوريك، هذه كنستعملوها الميثانول والتوليان، هذه كنستعملوها لا جافيل، لاسيد كلوريدغيك، لا سود ولا شي حاجه، كل وحده ولاش كتليق، ما يمكنش وضروري فاش كتبغي تمشي تشارجي عند شي كليان كيطلب لك يقول لك شنو هو النوعيه ديال البرودوي اللي هزيتي فيه اخر مره، يعني خاصك ضروري دلي بواحد الورقه باللي بانه هزيت هذا البرودوي هذا من عندكم من هنا، باش يعرفوا بان السيتيرنا ما هزاتش شي برودوي اخر، وانت اللي كتحمل المسؤوليه من بعد. فوالا دونك ماشي باي، بغيت نقول لكم يعني كل سيتيرنا مديوره لشي برودوي. المهم كتجي قلت لكم الا بغيت فاش كتبغي تخويو
فاش كتبغيو تخويو سي لا ميم شوز، يعني كتجي لهنايا بحال هادي كتحل هنايا، كتجي هنايا كتشد التيو من هنايا كتهزو بحال داكشي اللي درت البارح، وليني غير بلا جرافيتي. كتجي هذاك كتبرونشي هنايا وكتبرونشي عند الكليان، كتحل الفوق كتحل هذيك التهويه باش يتهوى، حتى الا ما هويتيش الفوق راه تقدر السيتر انها حتى تصرد حتى ترميها في الزبل ضروري، يعني مشات كامله الطرمه ضروري، ما دير واحد لابريز داخل الفوق، وكتبرونشي التيو ديالك وكتطلق كلشي من لهنايا صافي، وكتسنى وكتسنى لا جرافيتي، كتسنى داكشي مع الوقت، كتسنى داكشي يخوى على خاطرو صافي، وكتمشي بحالك دونك الخدمه نقيه زعما، كاين السيتيرنا ما فيها والو، فيها غير كتبقى جالس وكتسنى وصافي، ما فيهاش تكرفيس بزاف، ما فيهاش تماره، ما فيها والو. كما شفتوا معنا الاخوان الله يجازيه بخير الاخ احمد، يعني راه شرح لنا مزيان بالنسبه للمقطورات، ولكن عندكم شي استفسار او تساؤل بالنسبه لهذا الموضوع ديال هذا النهار تخليونا في كومونتير الاخوان، وان شاء الله الاخ احمد غادي يجاوبنا على لي كيسيون كاملين. كذلك الاخوان كما كتعرفوا ان الفيديو هذا اللي غادي نحط هنا راه غادي نحطه على الفيسبوك، بالنسبه للاخوان اللي تيحبوا انهم يعني يشوفوا او يتبعونا على صفحتنا على الفيسبوك كتحمل نفس الاسم، ان شاء الله غادي نحطوا تما لا فيديو. نضرب لكم موعدا ان شاء الله غدا مع الاخ احمد، غادي ندير واحد البث مباشر على الصفحه ديالنا على الفيسبوك، ان شاء الله كونوا في الموعد، والى عندكم دي اسئله اخ احمد غادي يجاوب عليها ان شاء الله، غنشارجيو له لي كيسيون بزاف. تهلاو فيه، تبارك الله عليكم الاخوان، والى غد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله.